هذا الشخص مات بسبب لحيته. كيف؟ ايش؟ كيف مات بسبب لحيته؟ الشخص هذا اسمه هانز لانكسل، وهو صاحب اطول لحية بالعالم بطول 5.33 متر. ما شاء الله، لحيته كانت طويلة بشكل لدرجة انه الاولاد كانوا يستخدمونها كحبل ويلعبون فيها. كان عايش حياته مبسوط جدا بطول لحيته، ولكن فجأة في يوم 10 نوفمبر سنة 1927 يشتعل الحريق في بيته. وقبل ما يصير الحريق كان تارك لحيته مفكوكة بشكل عادي، واول ما انتبه للحريق قام قرر انه يهرب، ولكن للأسف تعثر بشعر لحيته الطويل وعلق في الدرج، وللأسف وصلت النار لين عنده ومات، وبكذا رسميا